عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى نلقاكم هاد لا فيديو بخير وعلى الف خير، وتكونوا باحسن الاحوال. كي غاديين مع رمضان؟ لاباس عليكم. غلبكم الصيام ولا غلبتوه؟ انا بعدا غاديه بخير، ما غلبش عليا، ما كنحش بنهار امتى داز، دغيا كيدوز. سبحان الله، هاد رمضان دغيا دغيا غادي ساهل وخفيف. ان شاء الله يتقبل منا الصيام يا ربي. واليوم رجعت معكم البنات، ما نطولش عليكم، رجعت معكم فيديو جديد وبوصفه جديده وبواحد العصير اقتصادي وسهل وكيجي لذيذ بزاف البنات. جربوه وردوا عليا الخبر، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. عصير خاطر البنات وزوين، شوفوا معايا كيف كيجي، ما شهيتكم اكيد غادي تجربوه وغادي ينال الاعجاب ديالكم. ما نطولش عليكم، يلا وندوزوا للطريقه والمقادير وندوزوا نحضروا العصير ديال البنات. فيه بزاف ديال المكونات ياك، كيجي زوين البنات وكيجي خاسر. كاين اللي ما كيبغيش الليمون بزاف واقتصادي عاوتاني، هذا بعض المرات ما كيكونش عندك الليمون في الدار، كتكون حاصله واحد الليمونه كتعرفي ما ديري بها. عندي وحدات الجلده ديالها حاصله هنا البنات، هذيك الليمونه جلده ديالها قاصحه ما بغاتش حيد، فخديت جوج ليمونات صغار بقاو عندي، هذه كبيره درت غير وحده، الا كانوا صغار ديروا جوج صافي. وغادي نقطعهم بحال هكذا باش نحيدوا ليهم نيه العظيمه ديالها وداك الشيء. هذيك الليمونه الاولى زوينه مهبره، صافي غنلقي هاد العظيمات وغادي نديرهم في الكاس ديال الميكسر ديالي. كنحيدو هاد اللب حتى هو، لا ماشي اللب، داك القلب الابيض صافي. وغادي ناخذ البنانه حتى هي غادي نقطعها اللي هكا، وغادي نديرها في الميكسر. وهنا البنات عندي قرعه ديال الاترو ديال الماء، غادي ندير النص ديالها حتى يتطحن مزيان ونزيد عليها النص الاخر صافي. وغادي نطحنها مزيان، الا عندكم الماكينه كتنيل مزيان، هي هذيك ما كانتش كتنيل مزيان، ما كانتش كتطحن مزيان، غادي ديروا غادي تطحنوه وتصفيوه من بعد، غادي نطحنوا ونرجع معكم. ورجعت معكم البنات من بعد ما طحنت العصير ديالي، غادي نشوفوا هنا بالنسبه لي انا صافي، راه ما غاديش يحتاج نصفي، واخا ما تطحنش مزيان ولكن بغيتو يبقى هكا ماشي ضروري يتصفى. وبالنسبه للسكر البنات انا ما كندير السكر في العصير، بغيتو تضيفوا السنيده كتضيفوها، اما هو الصراحه راه البنان راه كافي في الحلاوه ديالو. ومازال غادي نضيفوا ليها هذا المكون حتى هو دانون، حتى هو راه حلو فما كاينلاش نزيدو السكر، والاختيار كيرجع ليكم. سمحوا لي الكاميرا طاحت. وغادي نضيف ليها البنات دانون هذا بلاتي هاد ديال لي فخوي اكزوتيك هكا، فيهم الخوخ والمونغ، فيه هذا فيه المونغ والاناناس والخوخ، الاختيار كيبقى راجع ليكم، ديروا اللي بغيتوا. انا غادي ندير جوج دانونات، تقدروا ديروا غير واحد. وغادي نزيد عليه الماء، نكمل هذاك اللتر ديال الماء ديالي كامل، وغادي نطحنو مزيان. بالنسبه للكميه ديال الليمون والبنان كيف قلت لكم على حسب عدد الافراد، تقدروا ديروا جوج جوج، تقدروا ديروا غير هذا القياس اللي درت، فراغ هذا راه كيخرج تقريبا اترو حتى الاترونس. غادي نطحنو مزيان
وهذا هو القياس اللي خرج لنا العصيره الممتاز. هاد القرعه عامره وهاد شويه، صدقوني راه كيجي زوين البنات، جربوه، اقتصادي وسهل وفي متناول الجميع. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، شوفوا كيفاش كيجي، راه خاطر البنات وزوين بزاف، وحتى في المذاق غادي يعجبكم. ديروه يبرد مزيان وردوا عليا الخبر. كان هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، وإلا عجبكم ما تنسونيش من البارتاج ومن التعليق زوينه. نتمنى الفيديو يكون كان خفيف على قلوبكم وحتى انا كذلك. غادي نقول لكم بسلامه عليكم، ما نطولش عليكم، تلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.